السلام عليكم أخواني الغالين. هواية من الناس تدور إنه شلون ممكن تسوي جدول لحفظ القرآن الكريم. يمكن هاي تعتبر أصعب خطوة، هي الخطوة الأولى. يمكن واحد عنده الهمة وعنده العزيمة يريد يحفظ، بس الموقفة الخطة، شو ممكن يسوي له جدول حتى يبدأ هذا الحفظ. فالشيطان يدخل من هذا المدخل، أنت عندك الهمة بس ما عندك الجدول، فيحاول هنا يثبطك. فأنا جبت لكم اليوم أفضل موقع ممكن تسوي منه خطة لحفظ القرآن الكريم في مدة لا تتجاوز الدقيقة. بمدة لا تتجاوز الدقيقة فقط بكبسة زر يكون الجدول جاهز قدامك، وكو هواي تفاصيل صراحة حلوة وعجبتني جدا بهذا الموقع. طبعا هذا الجدول ممكن تسويه عن طريق اللابتوب وممكن تسويه عن طريق التليفون كذلك، فكل الطرق مهيئة لك، انت بس روح سوي الجدول وبلش بالحفظ. حتى ما طول عليكم خلينا نروح للشرح العملي. طيب يا شباب، هذا هو الموقع. الموقع هو اسمه اتقان. صراحة الموقع رهيب جدا وممتاز ويساعدك مو بس حتى تحفظ، اذا كنت انت حافظ همين تضبط الحفظ مالتك. طبعا انا حخلي لكم رابط الموقع اسفل الوصف. هذا هو الموقع. هنا أنا طبعا اكو خيار الحفظ، هنا أنا اكو خيار الضبط، واكو هواية شغلات بالموقع انتو اكتشفوها. صراحة الموقع رهيب. احنا اللي همنا بهذا الموقع والشي اللي عجبني بيه تنزلون هنا، يقول لك دقيقة لا أكثر، دقيقة لا أكثر لتحديد مسارك حسب رغبتك. هنا انشئ جدولك الخاص، تضغط عليه. طبعا هنا اللي جواك وشغلات ممكن تشوفوها انتو بعدين، احنا خلينا بانشئ جدولك الآن. نضغط عليها، هيحولنا على صفحة ثانية تابعة للموقع. هنا تكتب اسمك الثلاثي، انا حكتب اسمي الثلاثي اللي هو موجود اوريدي لانه انا جربت الموقع. هنا نقول له ذكر. هاي المعلومات يقول لك غير إلزامية، خلوها مو مشكلة. نضغط التالي. هنا يقول لك اختر نوع البرنامج، انت تريد حفظ ولا ضبط. مثل ما قلنا الحفظ الحفظ الجديد، والضبط اذا تريد تضبط الحفظ مالتك. هنا يقول لك مقدار الحفظ اليومي، نصف وجه، وجه واحد، وجهين، يعني نص صفحة، صفحة، صفحتين. تاريخ البداية تريد هجري وميلادي، على راحتكم. مثلا نقول له ميلادي، هنا مثلا خلينا نقول له وجهين، صفحتين باليوم. يقول لك من شو وقت تريد تبدأ، اذا مثلا تخليه بتاريخ معين خلينا نقول له مثلا من باكر. هنا يقول لك حدد ايام الحفظ، يعني انت كم يوم تريد تحفظ بالاسبوع. طبعا هم هنا لازم يعني ما يكون اقل من 4 ايام، فاحنا حنقول له احنا نريد نحفظ يعني مثلا 5 ايام بالاسبوع، ايام الاسبوع كلها. هنا يقول لك اختر يوما لتكرير المحفوظ، يعني هذا الحفظ خلال الاسبوع كله لازم اكو يوم تعيده به حتى يرسخ، فاحنا نقول له مثلا يوم الجمعه. الايام الاسبوع كلها تحفظ صفحتين 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 صفحتين، هاي ايش قد 10 صفحات، معناها الجمعه حتراجع 10 صفحات، والسبت مثلا خليه راحه. وراها نضغط على التالي. هنا ايش حيقول لك، هل لديك محفوظ سابق تود حجبه عن الخطه، يعني مثلا اذا كنت حافظ جزئين او ثلاثه. انا افضل لك حتى اذا كنت حافظ ابدا من البدايه، اذا حفظ جديد فخلينا نقول له لا. هنا حيقول لك اختر ترتيب الحفظ تصاعدي ولا تنازلي، يعني يبدي من بداية الجزء ولا من نهاية الجزء. خلينا نقول له مثلا تصاعدي. اختر مجال الحفظ، هنا جزء، سورة، وجه، شو تريد. انا افضل انك تحفظ بالاجزاء. هنا طبعا تقول له من الجزء الاول الى الجزء الاخير، اذا تريد تحفظ القرآن كله بعدين انت غير. وراها نضغط على انشاء الخطة. الموضوع ما اخذ ويانا اقل من دقيقة. نضغط انشاء الخطة، هنا حتجيك الخطة جاهزة وممكن تطبعها همين. شوف هنا يقول لك خطة مقترحة من برنامج المسار، ممكن طباعة، هذا اسم الطالب. المنهجية هاي هنا ممكن تقروها همين. هو مسوي لكم خطة للمراجعة الكاملة، بس احنا اللي همنا هذا. شوفوا يا شباب الجدول جاهز الى النهاية، بعدين عدد الايام هو اللي حددها بناء على انت شقد تقدر تحفظ. يعني يقول لك الاحد بالتاريخ يجيب لك اياها حتحفظ هالقد، رقم الوجه اللي حتحفظه. يوم الاثنين حتحفظ سورة البقرة، الوجه الرابع، الوجه الثالث، والوجه الرابع. وهنا طبعا يوم الجمعة، اليوم اللي احنا حددناه يوم للمراجعة، يسألك هل انت عدت يعني صفحات الاسبوع ولا لا. فهو بيبقى بالنهاية جدول يساعدك على الحفظ. اتوقع ماكو اسرع من هيك، كل شيء اوتوماتيكي، كل شيء سريع. صراحة يعني ابدعوا بهذا الموقع وبهاي الطريقة، وان شاء الله يكون لهم الاجر. فهاي اسرع خطة ممكن انت تسوي بيها جدول. وبعدين هنا يقول لك ممكن تحمله PDF، ممكن تحمله على الاكسل شيت، فشوف انت اللي رايحك. فاتوقع انه هاي اسرع طريقة ممكن تسوي بيها جدول يا اصدقائي. ومثل ما قلت لكم حخلي لكم رابط هذا الموقع اسفل الوصف. وهذا كان ويانا الفيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم واستفاديتوا منه. واعيد واكرر يا شباب، اذا كان هذا الموقع ما يفيدك تواصل وياي واني حنشئ لك جدول
خاص جدول يناسبك أكثر. تواصل وياي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنستغرام، حتى عن طريق الإيميل أني أرد. وأي واحد عنده فكرة لفيديو قادم هم خليه يكتب لي بالتعليقات. وإذا وصلت صديقي لهاي الدقيقة جدا تنتظر، انزل بسرعة واشترك بالقناة وخلي إعجاب وتعليق، ونشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم بفيديو جديد. سلام عليكم.